هلا هلا يا هلا. نعم يا بابا. عادي. حاضر. مامتك فين؟ خرجت يا بابا وقالت إن عندها صفقة مهمة قوي. أحسن عشان نتكلم على راحتنا. أنا كنت بزور عمتك امبارح وزعلانة منك قوي 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 قوي، لأنك لا بتزوريها ولا بتضربي لها تليفون ولا حاجة أبدا. أصلا يا بابا مشغولة قوي الأيام اللي فاتت. أيوة يا ماما، حتى لو كنت مشغولة الأيام اللي فاتت دي، صلة الرحم يا أمي صلة الرحم مهمة جدا. وبعدين اوعديني إنك تروحي لها بكرة ولا بعد ولا أي يوم في الأسبوع. إن شاء الله يا بابا إن شاء الله. وبهجة أخباره إيه، ما بيتصلش بيكي؟ هو في الحقيقة اتصل بيا وما لقانيش يا بابا. طب أنت ما حاولتيش تتصلي بيه، تبعتي له جواب، تضربي له تليفون؟ بابا أنا قلت لحضرتك إني مشغولة قوي اليومين دول. آه، عشان كده مش لابسة الدبلة. ها؟ لا يا بابا، أصلي الدبلة ضاقت على صباعي فقمت خلعها من إيدي مش أكتر. لا 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 يا هالة، لا لا لا، الناس تقول إيه لما تشوفك من غيرها؟ وخطيبك نفسه هيقول ايه؟ لازم تلبسيها يا بنتي، لازم. ممكن تغيريها لما بهجة تنزل مصر، وصدقيني يا بنتي مش هتلاقي في الدنيا دي كلها شاب اطيب ولا احسن من بهجة ابن عمتك، ولا هتلاقي حد يحبك ويخاف عليكي زيه.